من جبينه أول جوري ورد طير الفرحة غرد من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأيضا بمناسبة ذكرى ولادة سيدي ومولاي سبط النبي الأكرم الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مضيف الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ضيفنا الكريم أحد شعراء خوزستان من الطراز الأول، أحد خدام أبي عبد الله الحسين المخلصين، ذرية الزهراء، الشاعر الحسيني، السيد رضا القاروني. حياك الله سيدنا. الله يحييك. مشرفني ومنورني اليوم سيدنا. فدوى روحك. شرف من بعد قلبي، بالعكس أنا زادني شرف أكون بخدمتكم بخدمة المشاهدين. طبعا أسلم من خلال هذا البرنامج الطيب على كل مشاهدين هذا البرنامج، وأبارك لهم حلول شهر رمضان المبارك، لا سيما ولادة سيدي ومولاي الإمام الحسن الزكي عليه السلام. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أحسنت وطيب الله أنفاسك يا سيدنا العزيز. جدا مسرور بلقائك، خصوصا اللقاء يتزامن مع هذه المناسبة العظيمة العطرة المعطرة، ذكرى ولادة الإمام الحسن سلام الله جدك كريم أهل البيت سلام الله عليه. شو تقول بكرم الإمام الحسن سيدنا بداية البرنامج؟ طبعا هو الإمام شخصية نادرة يعني بالكرم، ومستحيل أكو شاعر يقدر يوصف هذا الكرم ويوصف هذا الإنسان. بس أنا يعني كبقية زملاء الشعراء عدي كلمات شوي للإمام الحسن. هلا بيك سيد، حياك الله، نشرف بيك. أنتم الشرف، رحم الله والديك. طبعا أكو موال قديم يعني ذكرته ستة من بداية قضية كرم الإمام سلام الله عليه. الموالي يقول كعبة كرم للكرم بيك الكرم ظل يحي، محرم بثوب الخجل لمناسك الحج يحي. الله حيك يا حي الوفا يشبه الحيك يا حي، يوم العسر والقحط بيك المعزة تحط. حلو. ومن تهدي شي الحسن بالعوز ما اظن تحط، لو ما كنت بالبلد وضيوف عندك تحط وحده مضيفك يجف لضيوفك الجو يحيي. الله 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 عليك. كعبة جود بيك الجود حايه يمن تغني الطلب بالعوز، حايه مضيفك وانت ما موجود حايه بضيوفك والملائك خدم هي. الله بمديح وشعر من نمدح مضيفك دايم بالهلا ومرحب ضيفاك مضيفاك لون يمشون خطارك. مضيفك تسع خطوات زدتهم بيسجين. الله الله جميل جميل جدا حبيب قلبي. أحسنت سيدنا وأنت من المحسنين. هذه الصفة الكرم، نعم، ليش كل الشعراء يركزون على الكرم بما أنه الإمام الحسن أيضا شجاع؟ نعم. والأشياء الثانية الخصال اللي معروفة، نعم، بالإمام الحسن، شنو السبب سيدنا؟ طبعا أنت أعرف بأن كل إمام من الأئمة المعصومين يعني يمتاز له بصفة. الإمام الحسن امتاز بصفة الكرم، يعني يذكر الإمام الحسن هدى كل اللي عنده والما عنده، يعني كل أموال كل ممتلكاته أشياء بيته يعني المنزلية يعني هداهن ما أدري نوبتين ثلاث مرات، يعني جميل. صفة الإمام كل شيء ماكو. الله. وهذا قليل أكو إنسان هيك يعمل، يعني اللي عنده والما عنده يهدي. الله. فالإمام الحسن يلمع أكبر من نجم مو كنجم كشمس يلمع بالكرم. فدوى روح الأسماء. أي والله سلام الله عليه حبيب قلبي. أحسن سيدنا الله يعزك. بارك الله. العرب يمتازون بقضية الكرم، أي، ويحبون الإنسان الكريم. طبعا فعلا. الله سبحانه وتعالى يحمد الله يحب الكريم. الله يحب الكريم. نعم. أحسنت فعلا. كقضية حاتم، أي، رسول الله قال البنت صفانة لو كان أبوك مؤمنا أو مسلما لترحمنا عليه. ترحمنا عليه. لأن عنده قضية الكرم، هي سجية محمودة سجية حميدة الله يحبها. صحيح. كذلك العرب يمتازون بالكريم. أحسنت سيدنا. وأنتم من المحسنين. طيب الله أنفاسك. تزامنا مع هذه المناسبة هناك طقوس، نعم، شعبية، نعم، بينهن في خوزستان. هذا السؤال هذا شردت منه البداية. لا لا تشرد من عندنا سيدنا. بينهن في خوزستان. نعم. وهنا بالخليج يعني بكل المناطق بالعراق. صح.
القرقيعان صحيح ليلة 15 رمضان صحيح يطلعون الجهال يدقون البيبان صحيح يقرقعون مثل ما نقول احنا يقرقعون يقرقعون اي سيدنا القرقيعان شنو هو القرقيعان؟ هذا بالبداية بداية صح. سؤالي صح صح ومنين اجى القرقيعان؟ نعم زين عيني وهل قرقعت او لا؟ اي طبعا قرقعت حالي حال كل الاطفال نعم هي قضية القرقيعان يعني حسب المعلومة يعني هي. شيء اللي سامعه بأن الإمام الحسن من انولد اجت ناس هن والرسول أو الرسول هن الإمام علي والزهراء قضية قرة عين قرة عين بعدين صارت باللهجة الدارجة قرقيعان قرقيعان جميل اتهم سؤالك ردني لأيام الطفولة هي. الأيام الجميلة الله يعني أنا أتمنى هسه أرد طفل وأجاوبك على هذا السؤال هيجي خليت دبت هاي المشاعر الجميلة بي الله يشهد أحب هسه أرجع طفل بهيج ليلة أخذ لي علاقة ودق البيبان حلو وصيح قرقيعان قرقيعان الله يشهد الله الله يا سيد الله يعزك حالي حال كل الأطفال أنا هم خذيت لي كم علاقة مو واحدة ما شاء الله عليك الله يشهد ما شاء الله عليك وهذا هذين هاي المكسرات أو هذه الشكلية اللي ينطونك الناس هي تدلهم على كرم ترى أحسنت هو هذا اي تدل على كرم أنت تطرق الباب تطلع المرأة والرجل ببسمة يعني شوف ذيك الابتسامة الجميلة شوف ذاك الفرح السرور موجود بين الناس بولادة الإمام الحسن حتى يفرحون الطفل يخلون شيل الموجود عندهم بهاي العلاقة الحلوة مو هيك؟ صحيح وأنا عمري ما أخذت لي علاقة سودة ترى كلها بيضاء أنا أتذكر أطفال وياي أخذون على ليك سود حتى لحد يشوف شنو حد لحد يشوف شنو بي بس أنا كل على ليك بيض كان حتى يشوفون شنو عندي يلا يشوف عندك أطفال راح يقرقعون سيدنا؟ إي والله عندي مرتضى والله والنعم سيدنا مرتضى هم خليني أقول لك مرتضى يحسب أيام كلش من بداية شهر رمضان كل ليله يقول لي ابوي جبت القرقيعان الله الله يشهد سيدنا اكو معلومه عند الاطفال بصراحه خلينا نحكي نعم. الان اطفالنا اكو معلومه جاي نعطيهم معلومه انه انت من راح تدق البيبان تطلع بالقرقيعان نعم شنو السبب؟ شنو منين اجت هاي الفلسفه؟ منين اجت هاي الطريقه؟ يعني يجوز اكو معلومه بس بالنسبه لي انا ما امضح هاي المرتضى حتى جميل. اكون صادق يعني. جميل جميل بس هي قلت لك يعني هاي هاي الابتسامة اللي ترسم على شفاه الطفل ترى لها ثمنها أكيد إي خصوص إذا كانت هاي الابتسامة على حبه للبيت سلام الله أنا هذا اللي أريد أوصل له سيدنا نعم. أنه اليوم إحنا من خلال قناة الإمام المهدي الفضائية سلام الله يعني. من الواجب أنه نعلم أطفالنا صح. من تطيل العلاقة أو الكيس صح تقول له يا أبا أنت طالع اليوم ليلة 15 رمضان نعم. رايح تدق البيبان وتأخذ شكلية من الناس وما شابه ذلك وقرقيعان أي والله هذه مناسبة جدا عظيمة صحيح ولادة الإمام الحسن المجتبى من هو الإمام الحسن المجتبى؟ صح. هو سبط الرسول الأكرم أول وليد للرسول الأكرم أول وليد للإمام علي وللزهراء فقرت عين الرسول صحيح أنه شاهد الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام سلام الله يعني. جدا مهم سيدنا هذه الثقافة أنه نعلمها الأجيال صحيح. القادمة صحيح صحيح يعني يمكن إحنا بصراحة خلينا نحكيها كبرنا يلا عرفنا ترى صحيح يمكن أهلنا شوية مقصرين هم خلينا نحكي بصراحة صح 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 ما علمونا ولكن اليوم احنا مسؤوليتنا جدا عظيمة صحيح اتجاه أطفالنا أنه نعلمهم من يطلعون يدقون البيبان شنو سبب شنو سبب أنت تأخذ لك كيسة وعلاقة توقف على البيبان أحسنت ودق الباب ويطلعون الناس يكرمونك أي مو هيك أي والله فهذا الدرس لابد أن نعلم أطفالنا به أحسنت أحسنت معلومة جيدة أحسن في دور أروح لك يا سيد الله, الله يبارك الله أنا دائما أرتاح بالحديث وياك سيدنا أنا خادم وأتشرف بالقعدة وياك والله يشهد على كلامي حبيب قلبي أستفيد والله منك تفضل والحسن أنا خادم سيد والله العظيم في دور أروح لك الله يبارك حبيبي مقصرين وياكم والله لا لا والله لك كل الفضل الله يحفظك سيدنا نسمع مشاركة الإمام الحسن أنا ما أدري وقتي ترى مو عندي شباب إذا الوقت يمكم أنتم تنطونا الوقت خادم الله يبارك بك سيدنا تفضل بالمشاركة حبيبي مقطع يقول الله سبحانه وتعالى يخاطب جبرائيل يقول له جبريل انزل للأرض ظل هناك من تنزل ابقى ولا ترد ظل مدة حلو عند النبي صاير فجر شمس الكون تلبس الهندس لو حكوا عن خد الله كل الشمس من تنظر الحسن تطيح حلو او تصعد لون بس للحسن تتفدى الله
جميل. وجنات بيها تقابلن مو شمسيه، كل وجنه ضيها على الشمس يتعدى. الله جميل. جبريل انزل للارض، ظل هناك من تنزل ابقى او لا ترد، ظل مده. حلو. عند النبي صاير فجر، شمس الكون تلبس الهندس لو حكوا عن خده. الله الله. كل الشمس من تنظر الحسنه تطيح، كل الشمس من تنظر الحسنه تطيح، او تصعد لون بس للحسن تتفدى. وجنات بيها تقابلن مو شمسيين، كل وجنة ضيها على الشمس يتعدى. لا تحكي عن رجعة أو شرط من يختاض، أكسر جناحك والحسن يمنع. الله الله. جبريل عرب أنت أو تعرف العربان. حلو. أو تدر الحسن عربه محمد جد. جبريل عرب أنت أو تعرف العربان أو تدر الحسن عربه محمد جد. يعشق الضيف وما يحب يمشي الضيف. الله. الشوك لو ضيفه يكرمه بورده. الله. جبريل ظل عنده ولون مرك جوع، تريق بنور الحسن وتغدى. جميل جميل جدا. لو ما يعذرك ما عذرك وتعود. حلو. لازم ثلاث ايام تنزل عده. حلو. جبريل هذا اصل الكرم واصل الجود، من يبكي بالك لا تهز بمهدك. الله. دور لضيف من الملك، ضيف انسان لو حتى من نجان حتى تهود. الله الله. لو حتى من نجان حتى تهود. احسنت يا سيدي. وانتم من المحسنين. طيب الله انفاسك، بارك طيب الله بك. طيب الله اسمعك حبيبي. خلينا نطلع فاصل ان شاء الله وارجع الى خدمتك. على راسي. الله يبارك بك ويسلم راسك. احبائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل باذن الله تعالى. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائي، متواصلين معكم وبرنامج مضيف الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهذه المناسبة العطرة المعطرة بأريج الورد والياسمين، ذكرى ولادة سيدنا مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مضيفي الكريم من ذرية الإمام الحسين، من ذرية الإمام الحسن المجتبى، الحبيب الشاعر الحسيني السيد رضا القاروني. حبيبي مله. حياك الله سيدنا العزيز. الله يحييك بعد روحي مله. الله يحفظك ان شاء الله. حبيبي. ايش اماكن بشنو تذكرك سيدنا بصراحه؟ والله تذكرني يعني بالتراث، تراثنا تراث اهلنا. اي. والقعدات الجميله اللي دائما تلقاهن يعني يم الاهوار. ويم الواحات الجميله اللي قليل نلقاهن بالمدن بعد. صحيح. ما موجوده بالمدن. احسنت. احسنت. الحقيقه هيش قعدات يعني قاعده تجيب شعر من. اي والله صح. قعدات شاعريه. والاجمل من هاي اذا تكون هيش مضايف بها ذكر هالبيت سلام الله. احسنت. هو هذا المطلوب طبعا. اي صح. هاي المضايف كانت مشرعه بيبانها والى الان مشرعه بيبانها. صحيح. ان شاء الله. صحيح. في خوزستان الخير والمحبه. الحمد عشائرنا لله. اهلنا الحمد ان شاء الله مشرعه بيبانها باسم الامام الحسن بكرم الله. الامام الحسن المجتبى. صحيح. عليه افضل الصلاه والسلام. يعني لها ربط ايضا بالإمام الحسن. صح. المجتبى وكرمه وعطاء. صح. يعني أنت ملا من ترجع للتاريخ ما تلقى مثلا هاي القهوة موجودة بزمان الإمام الحسن سلام الله عليه. بس أهلنا لأن بيها معنى للكرم سموها قهوة الإمام الحسن. أحسنت. هم أهلنا هالفطرة سليمة. أي أيوة والله صدق. يعني شكوا شيء جميل، شكوا شيء بمعنى جميل ينسبون له البيت سلام الله عليه. سلام الله. وهاي تريد حمد وشكر. احسنت. اي والله احسنت سيد، بارك الله بك حبيبي. احنا كان عندنا فكره انه نقدم برنامج اسمه عشيره الامام الحسين عليه افضل الصلاه وازكى السلام. الله. والى الان الفكره موجوده ان شاء الله. راح نتشرف ان شاء الله انه نكون في خدمه عشائرنا. اي والله. الغياره في خوزستان. اي والله. ونشوف شنو الربط بين العشيره وبين خدمه الامام الحسين. صح. وشنو تاثير خدمه الامام الحسين على افراد العشيره نفسهم. صح صح. اكيد لازم يكون اكو تاثير سيدنا. هناك طبعاً. بعض العادات والتقاليد للاسف. صحيح. اللي هي جاهليه مع الاسف. مثل صح. اطلاق النار وما شابه ذلك سيدنا. صحيح. خدمه الامام الحسين هي تمنع ان شاء الله انه خادم الحسين يكون وقور مو مال اطلاق. صحيح. نار وهذه الاشياء. هي خدمه الامام الحسين يعني تزكي الانسان. نعم. تخليه واعي، تخليه مثقف، خصوص اذا كانت يعني كل اشياء الخدمه بمحلها. اكو اشياء ما تلقاها بمحلها.
مثلا يعني انا حضرت بايام ايام الأربعين، أربعين الامام الحسين سلام الله عليه، بعد تعرف انت هذا المسير، مسير الزوار يعبر للمنفذ والناس تعبر على هالطريق. شفت احد وجهاء العشائر، احد يعني مشايخ عشيره من عشائرنا، قلت له شلونك شيخ؟ هو بالموكب يخدم. قال لي سيد مو محله تقول لي شيخ. الله الله الله، هنا محله تقول لي انا خادم. شلونك خادم؟ الله، هاي حكايته. الله زين، هني انا ليه اطلاق النار يعني بمحلها تلقاها؟ لا والله ما محلها. احسنت، خدمه الحسين تمنع الانسان بان يجيب اشياء مو بمحلها. اي والله، هو النظام هذا. احسنت. اي نعم، احسنت، بارك الحمد الله لله. احنا عندنا عشائر تمتاز وتتشرف بخدمه الامام الحسين. اي والله، قلت لك شيخ عشيره، قل لا تقول لي شيخ، قل لي خادم. احسنت، هذا حسبه شرف. هني انا لا طبعا. أيوة شرف. أيوة هو أيوة شرف هذا. الحمد لله شرف. الحمد لله، احسنتم سيدنا، بارك الله. احنا شيوخنا وعشائرنا يعني اتجاهها للوعي صاير ان شاء الله بخدمه الامام الحسين ان شاء الله تعالى. ان شاء الله كل عشائرنا مجنده هي وافرادها لخدمه سيد الشهداء. أيوة واهل البيت، لان هو هذا الطريق الوحيد للنجاه سيدنا. الصحيح هذا، ماكو غير درب ثاني. لا والله ماكو، هو هذا الطريق الوحيد للنجاه. صحيح ان شاء الله. صحيح والله. الله يبارك بك يا سيد رضا، ومشرفني ومنورني اليوم حبيب قلبي. من سيدنا والله انا زادني شرف. الله يسلمك يا سيد، الله يبارك فيك، نور عيني. خلي اسمع مشاركه منك ان شاء الله سيدنا. خادم، خادم الزهراء. يقول الشاعر العربي مادحا الامام الحسن عليه السلام، سلام الله، يقول هو البحر اي النواحي اتيته فلجته المعروف والجود ساحله. الله، تعود الإمام الحسن، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. الله الله، إلك صعبة القصيدة تنكتب مولاه، وشي صعبة إلك حبيتها الصعبة. جميل، ما أشوف الشعر يسعفني أكتب ليك، بس أكتب قلت واندقت الحطبة. الله، لأن كل الشعر يمك قصير الراي، على وصافك لقيته يضيع بدربه. حلو، بس دلاني شف نار التوجه بليل، الكن حاتم زرعت المجبلي رحمه. الله، يا أول كريم بنار يجيب الضيف، يا أول كريم بنار يجيب الضيف، ويا أول سخن كان قاصده يطلبه. الله، ويا أول طفل أول كلمة الهاك، الهدب زغر المهد للعازفة تغصبه. حلو، ويا أول مضيف لونه على الزات كل ماي المدينة يفور للنصب. الله، جميل، يا أول ثغر من ثغر طاه باس. حلو، يقين بهالأمر جدك عبد ربه. الله، مو عاد أصبحت سيد شباب الكون، ولا عاد أصبحت أفضل من الصحبة. حلو، كنت تشبه محمد حتى وقت النوم، وكنت كلك علي بالنازلة وحربة، وخذيت من الأبو والجد حلاتي لذيك المغرب من جمالك مشرقة قلب. الله، شيدرون من كثر الكرم لو جاك محتاج لضريحك تهدي القبة. الله، محتاج لضريحك تهدي القبة. جميل سيدنا، أحسنت، أنت أجمل، ذوقك أجمل، أنفاسك في دورك قلبي. طيب الله أسمعك إن شاء الله. إن شاء الله كلنا أمل إن شاء الله مولانا صاحب العصر والزمان، اللهم عجل، وإن شاء الله تعالى يبنى مرقد الإمام الحسن لا شك المجتبى، ويكون دوحة إن شاء الله إن مثل شاء الله مرقد الإمام الحسين. أي والله، والمراقد الأخرى لأهل أي البيت والله عليهم أي أفضل الصلاة وأزكى السلام إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. يا سيدنا الله. خوزستان، نعم، وشعراء خوزستان ما شاء الله جاي نشوف، نعم، يتنفسون الشعر. أي والله صراحة، كنا نعم نضرب أمثال، خلينا نحكيها بصراحة، نعم، بأهل الناصرية بالعراق، أكرم وأنعم، أنعم وأكرم منهم طبعا. أي والله، نقول يا بذول يتنفسون الشعر، ولكن جاي اشوف اليوم ما شاء الله الامثال تضرب في خوزستان. صح، في اهلنا بالاهواز، اروح للعراق اسمع، اقول لي يعني يقولون انه اهل الاهواز واهل المحمره وعبادان والشعراء اللي موجودين بالاهواز الحمد لله، فشيء ثاني يعني. أيوة والله، صراحه يرفعون الراس. نعم والله. شنو تشوف سيدنا انت كنظره شاعر سيد رضا القاروني وهذا التاريخ المشرف في خدمه الامام الحسين، سلام الله، شنو النظره اللي جاي تشوفها بشبابنا حاليا من الشعراء؟ والله يعني انا الله يشهد اتفاجئ من اسمع الشعراء، اسمع الاولاد، الله يشهد يعني كل واحد منهم عاصفه شعر. اي والله عاصفه. اي والله صحيح، وراح نشوف مستقبل كلش زاهر
بشبابنا بأولادنا. شعرهم شعر هادف يعرف شو يكتب. أنا أشوف شباب كلش يعني بداية يعني مسيرة العمر يكتب شعر مال 41 سنة عمره. جميل. أي والله قلت لك كلش أتفاجأ من أسمعهم. طبعا أنا من بداية الشعر بداياتي ما كنت أشوف كثرة شعراء يعني بهالمقدار اللي هسه موجودين. موجودين. حسن. بس هسه نعمة. سيدنا أنت كضليع بالشعر. لا والله أنا أصغر الشعراء. الله يبارك فيك. هذا من تواضعك. حبيبي. شنو السبب اللي احنا وصلنا الى هذه المرحله؟ خلينا نحكي بصراحه. نعم. هل انه الاساس قوي؟ شيخ ابراهيم الدراوي رحمه الله عليه، ابو باقر عزيز الفيصلي الله يحفظه. نعم. شنو السبب اللي احنا الحمد لله وصلنا الى هذه المرحله بالشعر اللي من برا ايران جاي ياخذون شعر من عندنا ونفتخر بهذا الشيء الرواديد؟ اي طبعا طبعا، اذا الاساس موجود والاساس صحيح الاساس قوي راح تبني بنيان قوي. يعني احنا كنا نفتقر للتدوين، هسه الحمد لله التدوين موجود. قبل تلقى شاعر تدور عليه يوما يمكن ما تلقاه، هسه لا الحمد لله يعني اكثر شعرائنا الحمد لله بيوتهم مفتوحه كمدارس شعر. هو من ذكرت ابو باقر عزيز الفيصلي، حياتنا او ابو محمد راضي الفيصلي، احسنت، او عدنان ابو سيف المطوري، او كريم المطوري، حكيم القيم لا ننسى. زين. واللي مضوا الى رحمه الله اللي اثرهم لا يزال موجود مثل الشاعر الله يرحمه سيد ناظم الهاشمي رحمه الله عليه، طاهر السلامي رحمه الله عليه، يعني ذولا دقوا اساس صحيح. صح. اللي هسه اولادنا المتاثرين تلقى قوه بشعرهم، تلقى ذكاء بشعرهم لان تابعوا هاي المسيره. فعلا. اي نعم، الحمد لله والشكر. هو الاثر اذا اثر جميل تلقى الجمال. اي أيوة والله صحيح. اي أيوة والله جمال موجود ان شاء الله. اي أيوة والله الحمد لله وجودكم انتم سيدنا سيد الله رضا. ايضا لك دور جدا مهم. انا ما جاي اجامل ولا جاي اتملق ولا عندي شيء، احنا تعلمنا كلمه الحق تقال حبيبي. احنا تعلمنا ومثل ما تعلمنا اذا بينا ونقدر خلينا نعلم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا سيد رضا. الله يحفظك ان شاء الله. نسمع شيء بعد للامام الحسن. خادم الزهراء. شبه لليل البرد غف النهار، العمر شتوى بليله ما يحصل شمع. حلو. وانت تارس بيتك سوالف ربيع، وسالفه صيف تدفل يستمع. الله. القهوه تخدر لو قلت قهوه وتجيك. حلو حلو. القهوه تخدر لو قلت قهوه وتجيك. بغير نار القهوه تخدر لك شبع. الخاطر امك لو ضلع معتاز يريد تشيل للمعتاز وتودي الضلع. الله 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 الله. القهوه تخدر لو قلت قهوه وتجيك، بغير نار القهوه تخدر لك شبع. الخاطر امك لو ضلع معتاز يريد تشيل للمعتاز وتودي الضلع. ان تكونش ما نجم ينزل يجيك، حتى منك ياخذ اسلوب اللمع. الله الله. ان تكونش ما نجم ينزل يجيك، حتى منك ياخذ اسلوب اللمع. موسى صح آية بياض بايده صيت. موسى صح آية بياض بايده صيت، تطلع من الجيب تبرج للجمع. الله. وانت بيدك لا تشنيدك تضوي ببيوت الفقير. حلو. لا تشنيدك تضوي ببيوت الفقير وتغني المعتاز وتمشي الدمع. من صفاتك وحدة حط يوسف، من صفاتك وحدة حط يوسف، واقول يوسف الصديق ينقص واقتنع. شامل بخدك وحقك لو تروح يا زليخة تعوف يوسف واقتنع. الله 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 الله. من صفاتك وحدة حط يوسف واقول يوسف الصديق ينقص واقتنع. شامل بخدك وحقك من تروح يم زليخة تعوف عشقه وتمتنع. من هو قايل سيفك بعازة حروب. حلو كلش حلو. من هو قايل سيفك بعازة حروب بحسرة حروب.
واللي يشع لو ما تدلهم ما يشع. سالفة صفين ظلمة وظلمة حيل، ولو ذي الفقار ما هم الوضع، بس علي يريد الزلم تعرف أكيد، والمثل صح السبع ينجب سبع. حسين على الميمنة والحسن على الميسرة أو بالعكس في صفين. نعم. من هو قايل سيفك بحسرة عروب، واللي يشع لو ما تدلهم ما يشع، سالفة صفين ظلمة وظلمة حيل، ولو ذي الفقار ما هم الوضع، بس علي يريد الزلم تعرف أكيد، والمثل صح السبع ينجب سبع. سبع اي والله. راد يراويهم علي وليد الفقار، راد يراويهم علي وليد الفقار، واللي طبع السيف ما يقبل يكع، سيف طبع دمك محمل سخاء، والشجاعة ويا الكرم نخوة أو فزع. قال لك وليدي الحسن يا أبو يصول، أنت مثلي بصدها ما عوزك درع، محابس الفوز اللي بات بكف خصيم، كون أريد أن يا الحسن يرجع شلع. الله الله الله. قال لك وليدي الحسن يا أبو يصول، أنت مثلي بصدها ما عوزك درع، محابس الفوز اللي بات بكف خصيم، كون اريد ان يا الحسن يرجع شلع. من يبات محابس بصبع الخصيم، كون المحابس تجيبه ويصبع. الله. كون المحابس تجيبه ويصبع. جميل جدا. احسنت 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 سيدنا. طيب الله فاسك. الله يبارك فيك، يسلم راسك. موضوع جدا مهم حبيبي. ذكرت شجاعة الامام الحسن بالقصيدة هذه. طبعا الإمام الحسن من الإمام علي سلام الله سلام الله عليه، شعراءنا مكرسين وقتهم ممكن خلي نقول في سجية الكرم صح للإمام الحسن المجتبى. صحيح صحيح. سيدنا موضوع جدا مهم. نعم. خلي شبابنا أيضا يسمعون الشعراء، هل على الشاعر أنه تكون عنده خلفية علمية؟ أنا ذكرتها في حلقة سابقة هذا. نعم. الموضوع صح. هل أنه يكون مثقف، يكون عنده مطالعة طبعاً، عنده دراية طبعاً، شنو القضية؟ مو بس أجي طبعاً أكتب شعر أنا وأبالغ بالشعر طبعاً، وشعري كله من الخيال في أهل البيت. صح. بس أنت ذكرت رواية. نعم صح. في خلال قصيدتك ذكرت رواية. صحيح. في حرب صفين شنو صار. صحيح صحيح. فشن نصيحتك للشباب سيدنا خلي نقول، أو رسالتك. نعم. للشباب من الواجب أنه الشباب يسمعون أيضا. صحيح. الله يحفظهم ويرعاهم. الله يعزك. نعم سيدنا. صح. الشاعر إذا تكون عنده خلفية علمية طبعا يعرف شنو يكتب، يعرف وين يخلي الحروف، يخلي النقط على يا حروف. طبعا قضية أهل البيت سلام الله عليهم يعني لا يزال بيناتنا تحتاج إلى إثبات. أحسنت. إذا تكون القصيدة بها أدلة تاريخية، أدلة علمية يعني، فالقصيدة تطلع أنجح. جميل جدا. إيه. أهل البيت سلام الله عليهم يعني ما محتاجين شاعر يثبتهم. أكيد طبعا. لكن رسالة الشاعر تكمل بإثباتهم هو. أحسنت. إذا يقدر الشاعر يطالع ويقرأ التاريخ يعني بنفعه أكثر، راح يستقوي أكثر. أكيد. قصيدته أثبت، حتى دوام عمرها أكثر يعني. صحيح. عمرها راح يطول القصيدة ذو الأدلة العلمية. أحسنت. إيه أنا أتذكر قصيدة للإمام علي سلام الله عليه أقول بيها مجتهد شعر إن كتبه على الإمام. اي أيوة والله مجتهد. اي لان قصيده اذا تصير بيها ادله تاريخيه ادله علميه هي مجتهد. يعني ما لازم تخلي الناس تسمع محاضره خطيب ساعة الزمان، انت تحكي لها قصيده بيها جماليه، بيها ذوق، بيها ادله. بيها ادله. زين توصل المضمون من خلال قصيده، قصيده ممكن ما تاخذ خمس دقائق. احسنت. حبيب قلبي. احسنت. يعني ما ادري شلون اصيغها سيدنا. نعم. قصيده الفرزدق في الامام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. يريد تبيان كرم الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هذه الفقرة صح. كرم الإمام السجاد صح. شنو يقول؟ يقول ما قال لا قط إلا في تشهده، في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله. صحيح صحيح. لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. صح صحيح. فجميل جدا يعني، هذه صياغة جميلة للشعر، وبدليل يعني جاي يجيبها أنه الإمام الحسن سلام الله عليه، عفوا الامام زين العابدين سلام الله عليه، سلام الله عليه، هو ايضا كريم، هم نور واحد مثل عم الامام الحسن. صحيح. الله يبارك فيك سيدنا في دوار خالد وممنون. انا وقتي قارب على الانتهاء حبيبي، احب اسمع مشاركه اخيره منك ان شاء الله، واسالك الدعاء واخذ وعد منك ان شاء الله ثاني
على راسي. نتشرف فيك ان شاء الله في برنامج قادم تامر، انه نكون خدام لك سيدنا. لا استغفر الله، الله يبارك. انا خادم لكم. فدوا روح لك. انا اريد ولو انا اقل من ان اهدي الامام الحسن هديه، بس ارد اهدي الامام الحسن هديه. اقرا لي مقطع لاخو لابو فاضل سلام الله دخيلك يا ابو. هو الامام الحسن يحب العباس. اي والله يحبه. المقطع يقول: لي والقرآن يسولف والقمر ترهب وقفته، الله، وكان صفن عباس لحظة وطبت الزهرة بصفنته. حلو. بس حكت لو طار زينب نكت روحه بدال بشته. الله الله. وقالها يما الغيظ اخوي على الجمع، الليل ينذل من يمر طار الشمع. حلو. اخذي درعي وشوفي والملعب يشوف، باكر سلاح الخصم يلبس درع. الله. من يمر سيف الهوى مذبوح يطيح، خنق باكر كربلة وشوها الدمع. جميل. خزرة بعيوني وبسمتي حساب ابوي، الكان بيها من الخصم يكسر ضلع. شوفي يمه خيامنا شوارب عجيب، شعر منهم بالفزع ما تنشلع. حلو. لا يهمك زودهم نكتة رماد، باكر انكد زودهم كله بصبع. حلو. وصار باكر زعل واشتد والعساكر بارده. الله. وسيف الاشمل حار يشوي الصايده. الله. صرخ بيهم لو سبع عدكم يفيد، للحرب منكم سبعكم رايده. الله الله. تجدمه وسبعين الف وحسين يصيح، ما ابو حسين جاي يشر يقول عيد عيد ابو حسين محمد عيد كعب ويانه. ليل والقران يسولف والقمر ترهب وقفته. حلو. وكان صفن عباس لحظة وطبت الزهرة بصفنته. طبت الزهرة بصفنته. الله. بس حكت للطار زينب نكت روحه بدال بشته. الله. وقالها يما الغيظ اخوي على الجمع، الليل ينذل من يمر طار الشمع. شمع. اخذي درعي وشوفه والملعب يشوف، باكر سلاح الخصم يلبس درع. الله. من يمر سيف الهوى مذبوح يطيح، خنق باكر كربلة وشوها الدمع. خزرة بعيوني وبسمتي حساب ابوي، الكان بيها من الخصم يكسر ضلع. حلو. شوفي يما خيامنا شوارب عجيج، شعر منهن بالفزع ما تنشلع. لا يهمت زودهم نكتة رماد، باكر انكد زودهم كله بصبع. الله. وصار باكر زعل واشتد والعساكر بارده. حلو. وسيف الاشمل حار يشوي الصايده، صرخ بيهم لو سبع عدكم يفيد، للحرب منكم سبعكم رايده. حلو. تجدمه وسبعين الف وحسين يصيح، ما يصح بيهم سبع بفايده. الله الله. شردوا بنص خزره من عين التفيل. دخيلك يا ابو فاضل. وشرد مارد وهو ما حد حايده. حلو. من كثر ما خاف ضيع بالطريق، وما توقفه بطول رجل البايده. لحظه وانخم مارد وعباس يصيح، هذا مارد والمطهم مارده. الله. يلا وين سباعكم رايد لي حوك، الكون يثبت من تعصرة شايدة. حلو. الحلوة بيكم طاف طاف برد من الرجيف، الغبرة بيكم رجفعتكم زايدة. الله. ما نعايد بالرخة خدود المضيف، اللي يجوي بطق من نطق عايدة. الله. اللي يجوي بطق من نطق عايدة. احسنت احسنت احسنت. طيب الله انفاسك. طيب الله اسمعك. من مفاخرنا ونشرف فيك والله. أنا زادني شرف والحسن. الله يحفظك. إضافة إلي أنا من تجي وتشرفني حقيقة سيد الله. لا أنا خادم لكم. الله يحفظك يا أخوي خادم الزهراء. أشكرك 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 جزيل الشكر حبيبي. وإن شاء الله إلا لقاء ثاني إن شاء الله. خادم وممنون. الله يحفظك حبيبي. الشاعر الحسيني الأستاذ السيد رضا القاروني. الله رأسي. شكرا جزيلا لك مولانا حبيبي. الله يحفظك. خادم وممنون. نعم أحبائي المشاهدين، في هذه اللحظات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، مضيف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. باسمكم أشكر ضيفي الكريم الشاعر الحسيني السيد رضا القاروني. ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جبينه اول جوري ورت.
الفرحه غرت من